بسم الله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق دمنهور الدولي العمومي ومعاكم قناه المواشي. اليوم يوم 20/11/2022 وتعالوا نشوفوا اسعار العجول النتايات البقري الجنيه النهارده في سوق دمنهور مع الحاج صبحي بتاع ابو حمص. صباح الخير يا عم صبحي. عامل ايه يا غالي؟ عامل ايه يا استاذ؟ كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. احيا مصر. ايوه يا عمار. قد ايه يا عم صبحي؟ يا عمار 8 اشهر. عمار 8 شهور. أيوة. يا جماعه بسم الله ما شاء الله. أيوة. اللهم صل عليك يا نبي. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر عن ما. اعمار 8 شهور يا جماعه بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا عم صبحي. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا ما يحرمنا من الرئيس بتاعك. الله يبارك لك يا عم صبحي. الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. كل واحدة لوحدها يا عم صبحي ولا أيوة انا بقى؟ كل واحدة لوحدها يا حاج. الأولانية الحادية دي بكام السمرة دي؟ 13,100 يا حاج. 13,100 يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 13,200 يا حاج. اللي فرحها دي 13,200 يا عم صبحي؟ أيوة يا باشا. اللهم صل عليك يا نبي. 13,200 بسم الله ما شاء الله. ودي دي بكام دي؟ 12,700 يا حاج. 12,700 بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله صحيح يا مصر. الله يبارك لك يا عم صبحي. بسم الله ما شاء الله. معاك حاجه غيرهم تاني يا عم صبحي؟ لا والله يستر. الله يبارك لك ويصلح حالك. اللهم صل عليك يا نبي. صباحك عسل. رقم عم صبحي يا جماعه كام؟ 010 2 3 2 3 4 5 4 5 6 9 6 9 0 0 0 0. الله يبارك لك يا عم صبحي. عم احمد كل سنه حضرتك طيب. الله يبارك لك ويصلح حالك. الجو عامل ايه النهارده في العجول الجليل؟ كويس الحمد لله. الله يبارك لك عم احمد ويصلح حالك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. صباحك عسل. احنا خدنا رقم عم صبحي. عم احمد ادينا رقمك برضه. صباحك عسل. رنت عليا من طنطا والله. الله يبارك لك ويصلح حالك. احنا عايزين المصلحه والله يا عم احمد. 012 012 11 74 74 54 70 70. عم احمد يا جماعه الله يبارك له. ها مين؟ احمد الزنط. عم احمد الزان طب حمو. الله يبارك لك عم احمد. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. نارك ابد ان شاء الله يا عم صبحي. عايز تقول لحبيبك ايه يا عم صبحي؟ عاوز نمسي على حبيبي. الله يبارك وربنا ما يسوينا فيه. الله يبارك لك يا رب ومد في حياته. الله يبارك لك كمان 50 سنه. الله يبارك لك يا رب. عم صبحي يا جماعه بيحب سياده الرئيس والعيله اهوت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الله يبارك له. الناس بتحبه اهيت. الله يبارك لهم ويصلح حالكم عم صبحي ويجعل صباحك ابد ان شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه والى اللقاء يا خير الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.